السلام، مرحبا بكم في تويس مرة أخرى. إن شاء الله اليوم مش كامل نوتخ فيديو اللي مش كامل نحكيو فيها على المينيو بيرسونيل. دونك المرة اللي فاتت ديجا حكيت على المينيو بيرسون و ديبارتمون، اليوم إن شاء الله مش كامل نحكي على المينيو أتخبي بيرسونيل إي بارامتر. فما هنا كيما تشوفوا هنا فما أن أوتخ مينيو اللي هو أون أتونت ديكزاميناسيون. دونك هذايا المينيو إحنا جينيرالمون هنا غليف شكون مش يستعملو. علاش؟ خاطر أنا جوست مش نقول لكم على حاجة، هنا كيما شفتوا هنا في بارامتر فما أكتيفاسيون دو لا ديكلاراسيون دو لا d'information de la santé. Donc on a le menu en attente d'examination marbout bel menu بتاع الكيو كود نتاع l'information de la santé. Donc on a encore اذا البيرسونيل اللي عندك الكارت نتاعو فيها دي انفورماسيون سانتي مع الكيو كود، هنا مش يطلع لك en attente d'examination، مش يطلع لك هنا الكاركتيرستيك ولا الديسكريبسيون بتاع البيرسون هذا الكل. دونك انا كيما شفتوا هنا دونك توت exposition à des cas suspects en cas où t'as raté la maladie avant ou la chose. Donc on a généralement là un peu moins nous utilisons ça. C'est parce que le menu de ZK View Access là, il y a un menu de Covid. Comme vous voyez, il y a une détection de la température. Donc on a, il génère un QR code avec la phase de détection de température et il fait une fiche de santé. Donc on a généralement un peu moins utilisé. Juste, je vais vous parler du menu paramètres. Donc, on a fait le réglage de la carte. Donc, on a la longueur maximale de la carte. Je vais vous faire 32 bits. Donc, on a fait le format de la carte. Donc, l'affichage est donc je vais vous faire l'affichage de la carte. Je vais vous faire le décimal. Je vais vous faire le décimal. Donc, on a fait généralement le décimal. Donc, on a fait le paramètre de la personne en attente. Donc, activer l'audit automatique. Donc, l'audit de la personne en attente. On a activé le paramètre de la personne. دونك هنا زاد فما المنيو اتريبي بيرسونيل اللي قلت لكم عليه. دونك المنيو اتريبي بيرسونيل باغ اكزومبل عندنا هنا يكون فما اتريبي ماهوش موجود ديجا بار ديفو، لازم نعمل له كرياسيون. دونك هنا في زد كابيو اكسس عطانا لاما باش نعمل له كرياسيون نتاع دي زاتريبي وحدنا. دونك هنا انت تختار شنو المنيو، مانيش عارف افيشي نو ديميتور. دونك رونجي نتاعو قداش الكولون، مش تكون كولون 1 ولا 2 كولون. دونك على المنيو اللي مش تاع لاتريبي اللي مش تاجوتي. دونك افيشي دون لا ليست بيرسون اسكو تحبوا اجوتي دونك في لي كولون نتاع لا ليست دي بيرسون ولا لا. دونك انت تختار هوني. دونك كمان هنا من المنيو بتاع البيرسونيل نمشي المنيو جيستيون دي كارت. دونك في المنيو جيستيون دي كارت مش يطلع لك هنا لي كارت نتاعك ولا الفورما ويكاند. هنا نختاروا دونك الفورما ويكاند نتاعنا ولا هاني شي فورما جديده نجمو ندخلوها نتاع الكارت. دونك انا كيما تعرفوا لي ليكتور نتاع زد كان نخدموا بهم على الويكاند 26 ولا فما الويكاند 30 كان جينيرالمون هذوما اللي موجودين هنا عندنا في تونس. دونك انا نعاود نرجع للشون نتاع لي كارت. دونك تحب تلوج على هنا على كارت دونك ولا تلوج على ايدونتيفيون نتاع بيرسون طلع الكارت نتاعو نجمو نطلعوها هوني في المنيو هذايا. دونك هنا مش يطلع لك انا جوست الكاركتيرستيك نتاع الكارت هذه. دونك دات نتاع الكرياسيون ولا دات دو لا ميسيون اخر مره ولا نتاع الكارت اكتيفي ولا ديزاكتيفي. هنا زاد فما انجسترومون دو لا كارت ايميس. دونك هذه المنيو يعاوننا برشا اون كو تعديت كارت ماهيش انجستري ولا كارت دونك ماهيش داخله من الاول في اللوجيسيال مش يطلع له كل ديريكتومون لنا. نجمو بعد احنا نفكتيو بيرسونيل ماين. دونك انا نجم انا عندي باغ اكزومبل دي كارت على الليكتور نتاعي بعد يجي للمنيو هذا نقام هنا موجودين ونفكتيو دي بيرسون معينين. كانت هذه الفيديو بتاعنا لليوم، تابعونا في الفيديو تقدمين إن شاء الله.